سمعنا صوت شادية واحلف انه ما غاب ولا يوم ونحن ما نغيبوا حتى نهار لانه عشرتنا دايما كل صباح نحن معكم في يوم سعيد من 6 ل 9 وكما عودناكم في الوقت هذايا بعد موجز 8 نستقبلوا معكم ضيفنا ضيف الماتينال. ضيف الماتينال ضيفنا اليوم وسعداء باستقباله هو سي معز بن عمر المدير التجاري بالديوان الوطني للزايد. صباح النور يومك سعيد. صباح النور وشكرا على الاستضافة. شكرا لك انت اللي قبل دعوتنا وكنت بحذينا خاصة انه نعيشوا كبقية بلدان العالم على وقع موسم جديد موسم جني الزيتون الذهب الأخضر. البارح كانت فما جلسة مع السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البارح الصباح وفيها أكد على ضرورة تضافر جهود جميع المدخلين لتأمين صابة زيتون تقدر السنة ب 340 ألف طن من زيت الزيتون تقريبا. صحيح شنربتهم على الاجتماع يوم أمس بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. يعني احنا في إطار الأعداد الموسم القادم 24-25 تقديرات الصابة هي في حدود 1.7 مليون زيتون تعادل 340 ألف طن من زيت الزيتون إن شاء الله. الموسم اللي فات قد عملنا الموسم هو ارتفاع في حدود 55% بالمقارنة مع الموسم الحالي. احنا مازلنا الموسم ينتهي في 31 أكتوبر الموسم الحالي. الموسم الحالي تقديرات وانتظارات الإنتاج كانت يعني في حدود 220 ألف طن. الموسم القادم إن شاء الله البوادر إيجابية. نعرف كونه الأمطار الأخيرة حسنت من مستوى الإنتاج ونحن ديما نقول ربي إن شاء الله يوصل بالسلم. يعني تقديرات هي تبقى تقديرات بطبيعة الحال أولية في حدود 340 ألف طن. إن شاء الله المؤشرات إيجابية بإذن الله. البارح أكد السيد الوزير على تأمين الصابة ضرورة تأمين الصابة وهذا أكيد جدا صابة مهمة. كيفاش نأمنها الصابة؟ نأمنها عبر عديد الآليات بطبيعة الحال. يعني عبر المتابعة والمراقبة على مستوى المعاصر على مستوى الجودة على مستوى وإحنا الحق مستنسين كتونس الحق الأرقام هذه حققناها وحققناها حتى أكثر منها. يعني كي نرجعوا المواسم السابقة 14-15 عملنا ديجا يعني موسم مماثل على مستوى الكميات 19-20 عملنا يعني أكثر من 400 ألف طن. يعني وتوجهاتنا إن شاء الله على مستوى الإنتاج بإذن الله إن شاء الله بطبيعة الحال فما تغيرات مناخية لكن التوجهات إن شاء الله باش يتعزز أكثر الإنتاج إن شاء الله في المواسم القادمة. وهذا كله ديما بطبيعة الحال مهما تكون الصابة ديما يلزمنا نوفر كل العوامل يعني باش نأمنوها بالصفة المطلوبة على كل مراحل المنظومة من الجني إلى النقل إلى التحويل إلى الترويج كذلك. بيسي معز مش نفهموا معاك نحن هالمنظومة هذه كيفاش تخدم. نحن إلى حدود نهاية شهر أكتوبر حتى نهار 31 أكتوبر ما زلنا في الموسم الحالي. الموسم الجديد يبدأ انطلاقا من أول نوفمبر هكا ولا؟ هذا هو نظريا الموسم ويبدأ بالجني. الموسم يبدأ في الجني أول نوفمبر لكن السنة بطبيعة الحال نعيشه في تغيرات مناخية كبيرة والموسم السنة يعني حتى كي نشوفوا على عملية نضج ثمار الزيتون السنة مش يتم تبكير عملية الجني ويعني الجني مش يتم من أكتوبر. من أكتوبر علاش؟ على خاطر كما قلت يعني نضج الثمار صار مبكر وهذا يعني العوامل المناخية أثرت على مستوى نضج الثمار وهذا مش يخلينا ويعني حتى نسبة استخراج الزيت توا ديجا نلاحظوا كونه معناتها في شهر اكتوبر تبدا في حدود 8-9% من نسبة استخراج توا لاحظنا اللي هي في حدود تقريبا 13-14% دونك تفاديا بطبيعة الحال لي يعني تساقطات الثمار يعني فما تبكير على مستوى عملية الجني. أما يبقى نظريا الموسم ديما نحسبوه من أول نوفمبر إلى نهاية شهر أكتوبر. بعد عملية الجني شنو المرحلة الموالية؟ بطبيعة الحال المرحلة الموالية هو التحويل ثم الترويج وحدد سعر البيع وهذا الكل يشتغل مع بعضه. يعني الجني ما تعرف لضمان الجودة المطلوبة يلزم ان يعني الجني نعجله بالتحويل على مستوى المعاصر تفاديا يعني لأي إشكال على مستوى ثمار الزيتون وبطبيعة الحال من بعد يتم عملية الخزن والتحاليل والترويج. كي نقول الترويج ترويج خارجيا وداخليا بطبيعة الحال. كي نحكيه على الترويج الداخلي والخارجي بطبيعة نحكيه على الصادرات والسوق المحلية وهنا شنو استراتيجية دولتنا في المجال هذا؟ قديش نحطوا للصادرات؟ كيفاش نشجعوا على الاستهلاك المحلي؟ هل من أسعار تفاضلية للسوق المحلية نظرا لأنه سوقنا إنتاجنا متاعنا مع عمنا ويقولوا المواطنين خي نحن عنا زيتون وزيت زيتون كيفاش ما نلقاوش بسهولة في
الأسواق وكيفاش أسعاره غالية. صحيح، هنا حبيت كان تسمح لي نرجع جوست نعطي النتائج ل 11 شهر من الموسم الحالي اللي هو كما قلنا يعني يكتمل في موفى شهر اكتوبر. احنا من بدايه نوفمبر 2023 الى موفى سبتمبر 2024 شهر الفارط صدرنا هو انتاجنا 220 الف طن، صدرنا منه 190 الف طن، يعني هذا رقم تصدير بعائدات قياسيه بلغت 5025 مليون دينار، وهذا بفضل بطبيعه الحال الاسعار العالميه اللي كانت نعرفوا الناس كل تبعناها، كانت اسعار قياسيه ومرتفعه على الصعيد العالمي، منها اكثر من 26 الف طن زيت معلب، هذا على مستوى التصدير. وعلى مستوى السوق الداخليه احنا استهلاكنا السنوي في تونس يعتبر ضعيف في حدود 30 الف طن بالمقارنه مع معدل صابه في حدود 200-220 الف طن. معناها التوانسه سنويا يستهلكوا 30 الف طن، تقديريا 30 الف طن من زيت الزيتون، هذا استهلاكنا الداخلي. هنا حبيت نربط مع البرنامج الوطني للاستهلاك الداخلي اللي للموسم الحالي، وكيما كيما كيما قدمناه وكيما انجزناه وعلنا عليه يعني هو برنامج يمتد على طول موسم كامل. يعني الموسم احنا توا مازلنا نشوفوا في مسالك التوزيع الدبوزه اللي حكينا عليها نتاع 15 دينار للتر مازالت متواصله كما قلنا حتى موفى، اما ما نلقاهاش بسهوله سي معز. هي موجوده لكن ماك تعرف هو السعر تفاضلي، حبيت نقول احنا عملناه شفنا الاسعار من المعاصر ما بين 22 و23 و24 كي يحطك سعر تفاضلي ب 15 دينار زيت زيتون بكر ممتاز من احسن نوعيه من احسن جوده ومعلب في بطبيعه الحال هو سعر تفاضلي لازم هو الحمد لله القى استحسان المواطن، فما يعني طلب هام وهذا اللي خلى الماده هذه بطبيعه الحال يكثر عليها الطلب، وبطبيعه الحال معناتها في فترات معينه تنجم معناتها ما نقولش تغيب ظرفيا بحكم الطلب، لكن ترجع المخزونات ترجع ويتم اعاده تزويد مسالك التوزيع. دونك مش نواصلوا في الاستراتيجيه هذه في النقطه هذه معناها مسال عنا حبيت نعطي رقم الساعه كي تسمح. احنا تو عملنا مش نعملوا تقريبا فتنا 7.2 مليون لتر وزعناهم هذا على مستوى الموسم الحالي من زيت الزيتون بكر ممتاز معلب بسعر تفاضل 15 دينار، وان شاء الله مش نستكملوا كميه اضافيه باش نحققوا رقم 7.5 مليون لتر. اذا كان نقولوا 7.5 مليون لتر اللي هو يفوق 7000 طن راهو يمثل 23% من الاستهلاك الداخلي السنوي، يعني البرنامج الوطني هذا اللي امناه يعني ساهم في حدود يعني 23% من الاستهلاك المحلي السنوي، وهذا برنامج هو برنامج هام وبرنامج غير مسبوق، يعني هذا اللي لازم ناكدوا عليه ولازم نبنيوا عليه بطبيعه الحال، نبنيوا عليه للمستقبل. وهنا اكد السيد الوزير في الاجتماع البارح قال معناتها لازمنا نحطوا الاليات باش كيما عندنا اهتمام للتصدير راه يكون عندنا بطبيعه الحال الاهتمام اللازم للسوق المحليه، على خاطر الكميه الاستهلاك 30000 طن راهي كميه ضعيفه بمقارنه مع بلدان اخرى بحكم احنا بلد منتج لزيت الزيتون، وبطبيعه الحال يهمنا كونه نحطوا الاليات باش نطوروا استهلاكنا الداخلي من هذا المنتوج. باهي، التونسي يحب يستهلك زيت زيتونه، اجدادنا كانوا يعملوا العوله من زيت زيتونه، يبقى الاشكال ديما الاسعار. واكثر التعليقات اللي جات على الصفحه نتاعنا التسعيرة، قديش السعر؟ واحد قال أتصور التسعيرة مش تكون 24 دينار، واحد آخر قال التسعيرة مربوطة ديما بالأسعار العالمية، فما شكون قال زيت التونسي نتاعنا أفضل زيت خير برشا من زيت الإسباني، وعمل مقارنة واحدة وكل على تركيا زيدا وغيره. اليوم أسعار زيت الزيتون هل ستشهد انخفاض بما أنه فما وفرة في الإنتاج؟ الحاجة اللي نأكدوها جبت معطى هام هو النوعية والجودة، حاجة نأكدوها كونه زيت الزيتون وعرق تونس في إنتاج وفي تصدير وفي تحويل زيت الزيتون لا شك فيها، وهذا منذ قدم السنين. الجودة احنا كنعطيو رقم نقولوا قريب 90% من صادراتنا هي زيت الزيتون بكر ممتاز كما راهو استهلك المواطن التونسي في السوق الداخلية عبر البرنامج الوطني اللي حكيت عليه. وعلى امتداد يعني الموسم اللي فات قدم ميداليه خذيناها عالميه. وهذا يأكد في مجال الجوده. هذا يأكد كونه احنا عندنا يعني تموقع هام من حيث جوده الزيوت نتاعنا. يعني وخدمنا عليه برشا والحمد لله الارقام اليوم تشهد، وانه كما قلت انا كان نعطي الرقم 190 فما
87% هو زيت زيتون بكر ممتاز في النوعيه هذه، بدون اعتبار الزيوت الاخرى البكر ونوعيه يعني هذا هام جدا من حيث الجوده، وفما مواصلين بطبيعه الحال، ومكان تونس والليماج دي بي بطبيعه الحال اترافير معناتها لو سيكتور ليكول هو بطبيعه الحال معناتها هذا مدعم على مستوى الجوائز متحصل عليها في مختلف المسابقات، وديما تونس تتميز في المسابقات العالميه لاحسن زيت زيتون بكر ممتاز. هذه من ناحيه. من ناحيه الاسعار، ما كثر برشا الحديث على الاسعار، يعني تعرف صعب جدا باش تعطي رقم وسعر، لكن احنا شنو نقولوا؟ نقولوا شنو التوجهات الاسعار؟ وهذا اهم من السعر. شنو التوجهات؟ على خاطر حتى حد يجي من يوم يعني يعطيك سعر يقول لك عام الجاي السعر مش يكون في حدود هو فما توجه نحو التخفيض. احنا اهم شنو نقولوا؟ نقولوا الاكيد كون عشنا زوز مواسم يعني صعب. على مستوى عالمي هما زوز مواسم فيهم يعني تدني هام في الاسعار في الانتاج العالمي من زيت الزيتون، وهذا اثر على مباشره الاسعار، وشفنا كون الاسعار تاع زيت الزيتون اللي كانت في السوق العالميه تتراوح ما بين 2 و4 اورو في المواسم الفارطه، يعني وصلت 7 اورو قبل 2022 2021، يعني من اكتوبر من نوفمبر 2022 منذ يعني بدايه يعني انخفاض الهام في الانتاج العالمي، الاسعار بدات تاخذ منحى تصاعدي، والمنحى التصاعدي على السوق العالميه يعني بلغ الكيلوغرام الواحد من زيت زيتون البكر الممتاز السائب يعني ناهز 10 اورو للكيلوغرام، وهذا رقم قياسي كيف كيف يعني غير مسبوق. الا انه لاحظنا كونه في الفترات الاخيره فما تعديل طبيعي، على خاطر بعد زوز مواسم وتوا مش نرجع وباش نعطي رقم نقول ان الانتاج العالمي عام الجاي كيفاش باش يكون. يعني حسب التقديرات يقولوا يرتفع الانتاج العالمي بنسبه تفوق 60%. هو تونس لا مش 60%، دونك باش نصلح الرقم. يعني احنا تونس 340 الف طن، نعتبره من الانتاج العالمي كنا في حدود 2.5 مليون طن على سنتين متتاليتين، الموسم الحالي تقريبا سيقارب 3 مليون طن، يعني هو ارتفاع في حدود تقريبا 23-24%. كي تحكي على العالم توا الانتاج العالمي. يعني اذا كان فما ارتفاع في الانتاج العالمي واذا كان فما اسعار قياسيه، يعني طبيعي كونه يجي يكون فما تعديل على مستوى الاسعار، تعديل نحو الانخفاض. يعني اليوم ما نجموش نحكيوا على انخفاض حاد وتراجع حاد، لكن نجم نقولوا راهو طبيعي، وهذه توجهات الاسعار كونه باش يكون فما نوعا ما من التعديل، على خاطر وقت يبدا عندك انتاج في تحسن، ولو تحسن ماهوش معناتها هو تحسن 24% هو تحسن يعتبر ملحوظ لكن ليس هام، لكن هذا من شانه باش ياثر على الاسعار نحو الانخفاض. يعني هو فما توجه، احنا شو نقولوا؟ نقولوا احنا كنا يعني من موسم كنا في 15، من موسم تعدينا ال 25-24، احنا طبيعي سنة تقريبا مش نكونوا ما بين ال 15 وال 25، لكن التوجه العام هو التعديل في الاسعار على مستوى السوق العالميه، راهو يجي يكون على خاطر طلعنا برشا في الاسعار، وبطبيعه الحال وقت عندك انتاج جديد وانتاج اللي هو مهم ماهوش خايب، لازم يكون فما نوعا ما من التعديل، فما شويه انخفاض في الاسعار. نعم، وانا نحضر في الحوار هذايا مع سيادتك، معناها رجعت للتقارير الصادره على المجلس الدولي لزيت الزيتون، اللي تقارير اللي قالت بلغت اسعار الزيت وفق مؤشر الاسعار في السوق الاسبانيه مثلا خلال الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر الماضي 726 اورو ل 100 كيلو، وهنا سجلوا اللي فما انخفاض بحوالي 20% مقارنة بالسعر المسجل خلال شهر جانفي من هذه السنة، وعلى أساس هذا مش يقع مراجعة الأسعار وأيضا تخفيض آخر إلى موفى جانفي 2025. ما نعرفش هل أنه هذا مش ينطبق على بلادنا ولا لا. ثم شنو هو الاستراتيجية الكاملة للبرنامج الوطني للاستهلاك المحلي لزيت الزيتون؟ احنا كما قلت وانا كما تفضلت وعطيت المؤشرات اللي هي انطلقت من مجلس الوطني الدولي للزيتون، انا قلت كونه هذا هو معناتها فما توجه نحو تعديل الاسعار بعد الارتفاع القياسي والهام، بحكم كونه عندنا صابه جديده وفما ارتفاع في حدود تقريبا 24% كانتاج عالمي، وهذا من شانه حسب المعطيات المتوفره في السوق من شانه هو موضوعيا باش ياثر شويه على مستوى الاسعار نحو التعديل. بطبيعة الحال احنا الاسعار في السوق الداخلية، الاسعار على مستوى المعاصر، على مستوى الانتاج، على مستوى الترويج مرتبطة بسوق عالمية بطبيعة الحال.
بحكم كونه زيتنا نسبة كبيرة منه تمشي نحو التصدير. يعني الأسعار في إسبانيا، الأسعار في الأسواق الأخرى هي بطبيعة الحال مرتبطين بها في سوقنا الداخلية، ما فماش أسعار السوق محلية وأسعار السوق الداخلية. يعني إذا كان السوق الخارجي، إذا كان نحكيه على التصدير، إحنا أسعارنا مرتبطة بسوق عالمية، وطبيعي نفس المنحة اللي مش تاخذوا الأسعار في السوق العالمية راهو مش تاخذوا الأسعار محلية. هناك علاش قلنا راهو فما مسايرة وفما متابعة. إحنا المؤشرات الأولية تعطي كما قلنا وحكينا فما تعديل على مستوى الأسعار، فما نوعا ما من انخفاض مرتقب، لكن بطبيعة الحال راهو فما مسايرة ونزلنا نواكبوا الموسم ونسيروا تطور الأسعار بصفة عامة. على مستوى الداخلي موضوع آخر، يعني على مستوى الداخلي لاحظنا عام ناول فما ارتفاع هام على الصعيد العالمي اللي المستهلك التونسي ما يجمش يواكبه، ما يجمش المستهلك التونسي يتحمل أسعار لزيت الزيتون في حدود 24 فوق 20 دينار الليتر. يعني هو حتى 20 وبرش يعتبر برش، يعتبر برش، فهمني ولا؟ لكن وهيك علاش كونه البرنامج الوطني 2023-2024 مكن المستهلك باش يقتني الماده هذه باسعار تفاضليه في حدود 15 هذا برش سعر معقول اذا كان نشوفه كذلك كلفه الزيت. يعني طبيعي جدا كونه معناتها يكون فما اليات على المستوى الوطني باش تمكن التونسي باش هو بيدو يستهلك منتوجنا الوطني، باش ما نخليوش كيف كيف محروم من انتاجنا الوطني من زيت الزيتون. فما سي معز شكون دعا الى تحويل الدعم من الزيت النباتي من زيت الحاكم معناها نحو زيت الزيتون، شنو رايكم في الفكره هذه؟ هو يعني نجم نقولوا كونه زيت الزيتون في تصنيفه هو مختلف على الزيوت النباتيه الاخرى بطبيعه حتى على مستوى الاسعار فما اختلاف كبير. حتى على مستوى الاسعار اليوم نحكيه على زيت الزيتون بكر ممتاز باسعار تفاضليه في حدود 15 دينار اللي هو موجوده في السوق، ونشوفوا زيوت نباتيه اخرى باسعار يعني اقل بكثير، يعني في حدود اقل حتى من الثلث من السعر هذا. فما فوارق كبيره على مستوى يعني على مستوى بطبيعه الحال على مستوى الاسعار، على مستوى الكلفه، حتى على مستوى كلفه المنتوج، على مستوى كلفه الانتاج. هذا شنو نقولوا احنا؟ نقولوا بطبيعه الحال نجموا ديما نفكروا في كل الاليات اللي من شانها باش الدعم استهلاكنا الداخلي من زيت الزيتون، ونعتبروا وهذا اكد عليه حتى السيد الوزير البارح في اجتماع، يقول لك يلزمنا نعملوا بعض الاجتماعات ونشوفوا شنو الاليات باش نحاولوا نستانسوا بالبرنامج هذا الوطني، ونحاولوا بطبيعه الحال نحطوا اليات مناسبه الموسم القادم ان شاء الله، باش احنا اذا كان بطبيعه الحال زيت الزيتون يبدا غالي على المواطن راهو يلزم الدوله بطبيعه الحال وان شاء الله بطبيعه الحال نوفروا الاليات المناسبه باش يكون فما يعني تدخل، باش ما نخليوش المواطن بطبيعه الحال معناتها يشوف ماده الزيتون زيت الزيتون بسعر غالي عليه وما يتمكنش باش يقتنيه. هو يجب نفهم زادة اللي السعر متاع ليترا معناها مربوط برشا حاجات، أولا كلفة الجني، وفي وقت من الأوقات حتى الخدامة مش يجنيو ما كنوش موجودين، تتذكر وقتها دعوات متكررة شكون يحب يجي نهارو بثلاثين نهارو، معناها هذا يدخل في السعر هكا ولا، إضافة إلى تكاليف العصر وغيره، من بعدك الباكجينج الدبيبز وكل، معناها هذا الكل السعر فسرهون عليه 24 ولا 25، علاش اليوم وصلنا للسعر هذاك؟ هو طبيعي ان اكدت اول حاجه بطبيعه الحال هي كلفه الانتاج فيها برشا عناصر، من جملتها كما قلنا كلفه اليد العامله، كلفه النقل، كلفه الجني، كلفه تحويل النقل، التحويل. يعني شفنا كون اليوم بحكم التغيرات المناخيه احنا حطينا رقم 340 الف طن زيت زيتون، نشوفوا 340 الف طن زيت زيتون منين جايين؟ جايين 60% من الغراسات المرويه، والغراسات المرويه كذلك تحتاج الماء فيها كلفه. يعني هذا كله حتى عنصر الكلفة راهو داخليا وخارجيا، راهو كلفة الإنتاج هي بدها قاعدة تتطور، على خاطر فما عديد العوامل، اليد العاملة قاعدة بطبيعة الحال هي بدها تغلى، الكلفة على مستوى يعني العناصر الأخرى كيف كيف من ولا نوعا ما قاعدة ترتفع، يعني هذا كله بطبيعة الحال في الكلفة، لكن زاد كيف كيف يعني إضافة إلى عناصر الكلفة هذه فما زاد كذلك سعر سوق عالمية. يعني ما يجمش اذا كان زيت الزيتون البرة يدور في حدود تقريبا نقولوا احنا
20 دينار ما تنجمش انت هنا تلقى زيت يتداول ب 12 ولا ب 10000 دونك هو مربوط بسرعه. لكن سي معز التونسي ما يقتنعش بكلامك معناها باش نتفاهم معاك. يقول لك باهي تقول لي انت سعر البرا غالي اي حتى الشهريه البرا عاليه راه وتقولي انت صار البرا غالي. نقول لك انا في بلادي عندي زيت زيتونة اجدادنا كانوا ياكلوا فيه معناها في العادي هذاك كل دار تلقى فيها زيت زيتونة. اليوم علاش تربطني انا بالبرا ديما وقت اللي بلادي عندها انتاج؟ لا هيك علاش احنا ما نحبوش نربطوا، نحبوا نفصلوا ما بين التصدير وما بين السوق الداخلي. يعني اسعار السوق الداخلي يلزمها تكون ماهيش مرتبطه باسعار التصدير. يعني اسعار التصدير عندها واقع سوق عالميه، عندها تموقع، عندها بتبقى. لكن وقت نحبوا نحكيوا على السوق الداخليه راهو يلزم استراتيجيه خاصه بالسوق الداخليه، يلزم استراتيجيه واليات مناسبه، وهذا الاليات وقدرته الشرائيه بدات الموسم الحالي مع البرنامج الوطني بتعليمات من سياده الرئيس. باهي نجيو توا في اسلوب برقي فيما تبقى لنا من الوقت، لانه وقت اللي نحكيوا على موسم واعد وان شاء الله صابه تكون أكثر من اللي توقعناه، فما جهود أخرى، فما لجان جهوية قاعدة تخدم، فما مراقبة ومتابعة للمعاصر وحثهم على المحافظة على الجودة، فما أيام تكوينية حول تقليم شجرة الزيتون، كيفاش نجمك الشجرة نحافظوا عليها ونحافظوا بالتالي على جودة الزيت متاعنا، وفما نقطة أخرى لأنه كي نعصروا الزيتون متاعنا فما مادة المرجين اللي اليوم يحكيوا على تثمينها. في هذا الكل شنو المراحل والاستراتيجيه نتاع بلادنا اليوم مع المندوبيات الجهويه للتنميه الفلاحيه ووكاله التصرف في النفايات؟ هو هذا كله عمل متواصل. يعني هي الاجتماع البارح هو اجتماع اللجنه الوطنيه لمراقبه متابعه موسم الجني والتحويل الموسم القادم، وهذه لجنه وطنيه تجتمع دوريا، وفما اعمال معناتها متواصله على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي، وهنا بطبيعه الحال تدخل المندوبات الجهويه للتنميه الفلاحيه مع مختلف الهياكل الاداريه الاخرى اللي بطبيعه الحال متابعه كل ما هو مصبات عشوائيه، كل ما هو تدخلات يعني اللي هي ديجا تمس حتى من الجانب البيئي ولا جوانب اخرى متعلقه بالجوده على مستوى المعاصر. وهذا عمل دؤوب وعمل متواصل على مستوى جهوي، وفما متكامل ويعني ترابط مختلف الهياكل لتامين كما قلت تامين الصابه هذه. خاطر نقول تامن الصابه راه لازم تامنها عبر عديد الاليات، ومن ضمنها الاليات اللي تركنا السيد الوزير في اجتماع امس. شنو اكثر ولايات في بلادنا اللي فيها انتاج للزيتون؟ احنا قلت غراسات مروية اساسا 60%، يعني من بين الولايات نلقاو كونه ولايتي سيدي بوزيد والقيروان اللي هي باش تساهم في حدود 31% من الانتاج الوطني. يعني هو عديد الولايات اللي شهدت ارتفاع على مستوى الانتاج، لكن اهم الولايات هو سيدي بوزيد والقيروان اللي باش تساهم 31% من الانتاج الوطني. شنو اكثر بلدان برا اللي تشري زيت زيتوننا وعليه اقبال؟ احنا نعرفوا كونه السوق الاوروبيه اكثر سوق اللي هي ديجا يعني اكثر سوق اللي هي تورد الزيوت الزيتون. يعني اهم سوق بطبيعه الحال هو السوق الايطاليه، خاطر اكثر بلد يورد زيت الزيتون. وتبقى اسبانيا رغم تحسن الانتاج نتاعها يبقى ديما بلد كيف مورد لزيت الزيتون التونسي، لكن احنا نشتغلوا اكثر ماهوش على الاسواق هذه التقليديه، على الاسواق الاخرى. احنا نعطيك رقم فقط، احنا يعني صادراتنا ال 11 شهر هذا الموسم الحالي 31% منهم مشاو للسوق الامريكيه. يعني هذا من بين الاسواق اللي قاعد تشهد نمو في الاستهلاك زيت الزيتون واللي لازمنا نشتغلوا عليها اكثر، بدون اعتبار بطبيعه الحال الاسواق الاخرى. احنا زيتنا متواجد في اكثر من 60 سوق برا، يلزمنا نخدموا اكثر بطبيعه الحال على الاسواق الواعده هذه، ويعني ونحاولوا نقصوا، وهذا قاعد ينقص نوعا ما هو ارتباطنا بالاسواق التقليديه الاوروبيه على غرار السوق الايطاليه والسوق الاسبانيه. ونختموا بسؤال يجينا من عند سي نور الدين عن طريق صفحتنا. انت قلت في كلامك فما 7.2 مليون لتر من الزيت البكر هذاك الممتاز ب 15 دينار، وقلت السنه ان شاء الله مش توصل الكميه ل 7.5 مليون لتر. هو يسالك متى سيقع ضخ الكميه هذه للمستهلك التونسي في المساحات الكبرى؟ هو توا يعني متواجده توا، وستتواصل فهمني ولا الى موافقه شهر اكتوبر ان شاء الله. احنا عملنا رقم 7.2 حاليا، وفما 300 ألف لتر
اللي هما بصدد الترويج والتوزيع حاليا للفتره متبقيه من الموسم ان شاء الله الى موافى شهر اكتوبر باذن الله. فقط يلزمنا ديما بحذا المجازنات مش نشوفوا وقتاش يوصل ما خاطر مش هو راهو هو التوزيع في مختلف نقاط يعني المخصصه في الغرض مش ديما تكون معناتها يعني تقريبا موجود معناتها يعني تو كان نهبط انا وياك لزوز مركبات تجاريه هنايا زوز مغازيت تو ما نلقاوش في الاثنين. يعني هو موجود هو اكيد كونه هو موجود ما قلتش مفقود لا لا موجود تستني بالحيله معناها انت وزارك وكان عندك شكون يخدم يعني في مجازا يكون احسن هو بالتليفون يقول هو تلمون جوده ممتازه وتلمون السعر ممتاز يعني الطلب هو كبير هذا علاش هيك علاش يعني الاقبال والطلب هام ونعرفوا الفتره هذه من الموسم احنا في اخر موسم برشا مستهلكين راهو خرجوا من الستوك نتاعهم يقول لك توا انا حاجتي بالزيت حتى لين نجي ناخذ العوله نتاعي جديده دونك هيك علاش الاقبال هام وال يعني هذا يفسر كونه في فترات يبدا موجود مباشر في فترات اخرى يبدا ناقص شويه لكن احنا الكميات هذه كما قلت راهو 23% من الاستهلاك السنوي يعني برنامج هام ويعني كما قلت غير مسبوق والكميات معتبره جدا على مستوى يعني البرنامج هذا وبسعر تفاضلي وبجوده مميزه وهذا المهم السعر والجودة متوفرين جودة مميزة. شكرا لك سي معاذ بن عمر المدير التجاري بالديوان الوطني للزيت نخلي كلمة الختام ليك إذا عندك مضيفنا وإن شاء الله ربي يوصل بالسلم وإن شاء الله موسم ممتاز وربي إن شاء الله يسترنا نسكر. شكرا لك مرة عشان. أخرى يومك سعيد نسمة ونغم ومن بعد نمشي الموضوع آخر من مواضيع برنامجنا مش تكون بحثينا رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم مانيش مش نبعدو على حكاية الزيت مش نحكيه على اليوم العالمي للغذاء وزيت الزيتون متاعنا يعني من العناصر المهمة في غذائنا نحن كتوانسة كيما شعوب البحر الأبيض المتوسط الكل ابقوا معنا بعد لحظات نستقبلوا مدام هالة التومي.